السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين والمتابعين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أنا مش جاي أعمل إعلان لشركة دومدي، ولكن حد من السادة الأفاضل قال لي يا محمود بذور المهوجني إنباتها وحش من نفس العينة. يا جماعة قلنا ألف مرة مش عارفين تنبتوا، اسألوا قولوا بتتنبت ازاي واحنا نقول لكم، قولوا بتتعمل ازاي واحنا نقول لكم، مش ان انت ابسط حاجة عندك تقول ان الحاجة وحشة. طيب دي علبة جبنة دومتي اهو، ملح خفيف ماشي، ملناش دعوة بيها، هنفتح العلبة سوا. عندي كده بقالها ايه 10 ايام، فطبعا المفروض ان ده ما يتعملش في الكميات، ده بيتعمل في الحاجات الخفيفة، وانا بعمله لما بكون جايب بذور وعايز اختبر كفاءتها. ادي المنديل، بسم الله، هوبا اهو. البذور اتنقعت في الميه مده 24 ساعه، ثم اتحطت في المنديل، ثم اتندت بالميه، ثم عملنا ايه؟ ثم حطيناها في العلبه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. فنسمي الله كده مع بعضينا ونبص، دول 15 حبه، يعني انا خدت شويه بايدي كده والله طلعوا حوالي 16 او 17، شلت منهم كانوا 17 شلت منهم 2، اتبقى ال 15. بص يا باشا الانبات، بسم الله الرحمن الرحيم، نعد مع بعض. بص الانبات اهي اهي اهي، هتتساب شويه تطلع زي اخواتها. ادي واحد، اتنين، تلاته، اربعه، تامته، سته، اهيت، سبعه، دي لسه هتطلع، بس احنا قلنا كفاية كده نشوف. سبعة، بسم الله، تمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13. انا غالبا كده غلطت. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، وادي الاربعتاشر. طلعوا حتى ايه 14. دي انا لو سبتها هتطلع، يعني دي انا لو سبتها شوية هتطلع. بص عايز اوريك حاجة، ادي الجنين اهو، اللهم صل على النبي، الجنين على الاخر اهو اهو. فانت حضرتك رجاء يعني لما تيجي تزرع حاجه وتعرفش تنبتها، ارجوك ما تقوليش اسهل حاجه عندك البذور وحش، لا انا عايزك تقول لي انا مش عارف انبت وانا ساعدك في الانبات. والحمد لله بفضل الله تعالى احنا ما بنستخدمش حاجه من هنا، كل شغلنا بيجي من بره بفضل الله تعالى، عشان كده بتلاقوا سعرنا اغلى من الناس، لان حاجتنا كلها اهو. ادي ايه؟ ادي 14 حبايه، 14 حبايه من اصل 15، يعني هنقول كام في الميه؟ نقول كام في الميه؟ مش عارف، احسبوها انتوا بقى. اهي في واحد اللي انا غلطت فيها، اهي طالعه اهي اهي اهي، ابص دي كمان اهي، كانوا مركنين على جنب في قلب المنديل ما شفتهمش. بص يا باشا عاملين ازاي، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ادي اهو، عشان ما تجيش تقول لي انا مش عارف انبت، من فضلك مش عارف تنبت قول لي يا باشمهندس انا مش عارف انبت وانا ساعدك في الانبات. واللي عايز بذور مهوجني متوفر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله من الاسبوع الجاي، كميه محدوده جدا لسه جديده لانج، بضمان شركه اشجارنا وكذلك برعايه ومساعده شركه اشجارنا. لمزيد معلومات هتلاقي رقم التليفون مكتوب على الشاشه وكمان موجود تحت في صندوق الوصف، يا ريت تتكلمونا على طول، والشحن مجاني الفتره دي ان شاء الله تعالى. تحت ليكم محمود حمدي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.